أصدقائي المستمعين، تحت رعاية الأستاذ الدكتور نضال الشحادي افتتح مؤتمر الإنسان والبيئة في مدرج الباسل بكلية الهندسة التقنية في جامعة حلب، ومعنا الدكتور زاهي سبيرو عميد كلية الهندسة التقنية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم دكتور زاهي. طبعا المحاضرة تقنية متطورة صديقة للبيئة وغير مستخدمة، ما هي دكتور؟ نعم، يوجد تقنيات كثيرة ابتكرها علماء مخلصون كانوا يرمون وراء ابتكاراتهم إلى تقديم خدمة للإنسانية جمعاء بكل أفرادها. نعم. ولكن الشركات الاحتكارية الكبرى لها وجهة نظر أخرى. هذه الابتكارات الثورية التي تخرج من المنجزات من قبضة أيديهم سوف يحاربونها، ويمكن أيضا أن يمنع انتشار هذه الأفكار. ركزت في محاضرتي على 5 تقنيات نذكرها باختصار. التقنية الأولى نقل الكهرباء لاسلكيا، قام بهذا الابتكار العالم نيكولا تسلا، وهو الذي يعود إليه الفضل في اختراع التيار المتناوب الذي تنعم البشرية والحضارة الإنسانية من منجزاته. التيار المتناوب هو أساس الكهرباء التي نعمل فيها في معاملنا ومنازلنا. استطاع عام 1899 أن يطور تقنية يستخدم بها إرسال الكهرباء بدون أسلاك لاسلكيا، وقد نجح في هذه التجربة فأرسل 100 واط من التوتر العالي لمسافة 26 ميل، ما يعادل 30 كيلومتر، إلى أحد بيوت المال لرجل المال مورغان المعروف، الذي سر بالفكرة ودعمه في البداية، ولكن لسبب ما توقف هذا المشروع بعد أن نفذ ونجح. طبعا كان الهدف لنيكولا تسلا إنساني، أن يحصل الناس على الكهرباء بشكل مجاني كما نسمع الراديو والتلفزيون بوضع ديش بسيط. كانت فكرته أن يستطيع الناس، وخاصة في أمريكا لأن التكلفة كانت في ذاك الوقت مرتفعة جدا، ولكن أصحاب الأموال والشركات الاحتكارية لم يناسبهم هذا الابتكار، فدمر البرج اللي كان ارتفاعه 186 قدم عام 1917 لكي يمحو أثره من ذاكرة الشعوب. نعم، هذا إحدى التقنيات. ماذا عن التقنيات الأخرى الغير مستخدمة؟ غير مستخدمة أيضا، العالم ستانلي ماير استطاع عام 1998 أن يطور سيارة تعمل على الماء العادي، وهناك براءة اختراع مسجلة باسمه في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. طبعا عندما كان يطرح هذه الفكرة سرغ الجميع بها لأنها لم تضع موضع التطبيق. نعم. ولكن عندما نصحه أصدقائه بأن يستثمر هذه الفكرة، هنا يعني جوبها بمصاعب جمة. طبعا كان هو أستاذ في كلية الهندسة الميكانيكية بإحدى الجامعات الأمريكية، وكان يقود سيارته على الماء ذهابا وإيابا يوميا. وعندما طرح المشروع الاستثمار طبعا وجهت له عدة تهديدات، أحرقت مخابره، وعندما رفض قدمت له مغريات كثيرة، وإحدى المغريات كانت يعني أمور مالية، شيك مفتوح مدى الحياة. رفض، قال لا يلزمني أموال، أنا أريد أن أخدم البشرية. النتيجة طبعا تم تسميمه ويتناول طعام العشاء في أحد المطاعم في الولايات المتحدة الأمريكية. هل هناك تقنيات أخرى صديقة للبيئة وغير مستخدمة لنعددها؟ نعم، هناك تقنية لمعالجة أمراض السرطان بواسطة مولد ترددات، ابتكره أيضا طبيب اسمه رايف، ريموند رايف، عام 1930. استطاع هو من خلفية يعني هندسية، والده كان مهندس ميكانيك وهو درس الطب، كان والده يهتم بالمجاهر، فاستطاع أن يطور مجهر يكبر 60,000 مرة، ويستطيع أن يشاهد الخلية الحية وكيف تهاجم قبل الفيروسات والبكتيريا. فخطرت في بالي فكرة، إذا استطعت أن أوجد لها تردد وأقضي عليها، فعند ذلك لا حاجة للدواء ولا حاجة لأمور كيماوية، معالجة كيماوية. طبعا في البداية استهجن كل الأطباء ونقابات الأطباء هذا الموضوع، هذا الكلام عام 1930. ولكن عندما يعني جوبه من قبل نقابة الأطباء، قال لهم أعطوني مرضى لعالجكم إياه وبعدين بتشوفوا النتيجة، فأعطي له 16 مريضا في المراحل الأخيرة من المرض السرطان. نعم. يعني من التعبير الشعبي مراحل متأخرة جدا جدا، فحاول يحرجوه.
قال له اعطوني 3 شهور، بعد 3 اشهر شو فيها 14 مريضا شفاء تاما، 2 اخران قال امهلوني شهرا اخر، في النتيجة شو فيه 16 من مرض السرطان. هذا الكلام عام 1930. احتفل زملائه الأطباء وقالوا وداعا لكل الأمراض. نعم. ماذا كانت نتيجته؟ حقنا من أحد المهدئات الفاليوم شديد التركيز فقضي عليه في المستشفى. ولكن أين بحوثه؟ أين المعادلات؟ سؤال جريء، خفيت ولا أحد يعلم أين هي، وشوهت سمعته واتهم بأنه كان يعني يضحك على الناس وأنه لا علاقة له، وهناك شذوذ فكري عنده وأمور أخرى يلحقوها بها الناس الذين يبتكرون أشياء ثورية. قد يتبادر للذهن سؤال، لماذا لا يدعمون هذه الأبحاث؟ هناك جهات احتكارية يخرج الموضوع من يدها، يعود عليها بملايين الدولارات بل تريليونات الدولارات. إذا أرادوا أن يطوروا فهو ضمن المدرسة الكلاسيكية التقليدية، يجب أن تأخذ كذا وكذا وكذا. أما حلول ثورية فطبعا ضمن هذه المحاضرة تعرض هذه التقنيات المتطورة والتي هي قديمة أيضا إلا أنها غير مستخدمة. ما هي الغاية من عرضها الآن في هذا المؤتمر الإنسان والبيئة؟ بس تسليط الضوء على أن هناك فكر إنساني نبيل لدى الباحثين في كل الجامعات السورية وفي كل الجامعات العالمية، ولكن أحيانا أبحاثهم تكون حبيسة الدروج، حبيسة بعض السياسات. هناك حلول لكل مشاكل البيئة، يجب أن لا نيأس. هناك جيل كبير من الباحثين المخلصين الشرفاء الذين لا يبيعون قضيتهم مهما كانت، للأسف يقاومون، بعضهم يرضخ ولكن القسم الأعظم منهم يقاوم، قد لا تصل رسالته. نأمل من خلال تسليط الضوء عليها أن تصل، لعل وعسى بعض الباحثين أن يساهم في تطوير هذا الجانب ويكون خدمة للإنسان. يجب أن لا يعني يجب أن نلحق بركب دائما، وهذه الإجراءات يعني صدقيني ليست صعبة وليست معقدة، ولكن تحتاج إلى دعم وتحتاج إلى رعاية. أي فكرة تسليط الضوء عليها؟ نعم، شكرا دكتور زاهي سبيرو على هذه المحطة ومحاضرة تقنيات متطورة صديقة للبيئة وغير مستخدمة. شكرا جزيلا لك. شكرا لك، وشكر أيضا لإذاعة حلب التي دائما عودتنا على تغطية أهم الأحداث، وخاصة المؤتمر الأخير الذي نقيمه في كلية الهندسة التقنية بعنوان الإنسان والبيئة آفاق وحلول. شكرا لكم.